بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل استجلاء الأحكام التي تظهر لنا من الآيات السابقة من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إلى قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فيؤخذ من هذه الآيات أن الحكم بغير ما أنزل الله بعيد عن الإيمان، لأن الله قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالحكم بغير ما أنزل الله ضلال بعيد عن الإيمان، وهو كفر بالله عز وجل. ويؤخذ منها وجوب الدعوة إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل، لأن سبب نزول الآية كما سبق أن رجلا يدعي الإيمان تخاصم هو ورجل من اليهود، فاليهودي طلب التحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، والمنافق الذي يدعي الإيمان طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف لعلمه أن اليهود يأخذون الرشوة. فدل على أن طلب التحاكم إلى غير شرع الله أنه ضلال بعيد عن الإيمان. ويفهم منه أن الدعوة إلى التحاكم إلى شرع الله إيمان بالله عز وجل، إذا كان هذا صادرا من مؤمن صحيح الإيمان. يؤخذ من هذه الآيات أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة يجب التحاكم إليها، لأن الله قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا. هذه دعوة إلى التحاكم إلى شرع الله عز وجل، وذلك يدل على إيمان الداعي إلى ذلك. وتعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وما أنزل الله هو القرآن، وإلى الرسول، إلى الرسول في ذاته وقت حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فدل على أن السنة أنها حجة صحيحة يحتج بها كما يحتج بالقرآن، قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وفي هذا رد على الذين لا يحتجون بالسنة ويقولون إنما نحتج بالقرآن، أو لا يحتجون إلا بالمتواتر من السنة، ولا يحتجون بالآحاد الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب الاحتجاج بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا صحيحة، وأنها يحتج بها في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الخصومات وفي جميع
موارد الاختلاف، فإنها حجة قاضية على الخلاف، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يؤخذ من هذه الآيات أن الإعراض عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله نفاق، بدليل قوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه طريقة المنافقين أنهم يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر، ولذلك سمى الله ادعاءهم الإيمان بأنه زعم، والزعم هو الكذب، فدل على أن من طلب التحاكم إلى غير شرع الله فإنه منافق وإن كان يزعم أنه مؤمن. يؤخذ منها تحريم الاستكبار عن كتاب الله وأنه كفر ونفاق، بقوله تعالى: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ففي هذا أن الإعراض عن تحكيم شرع الله أنه نفاق لمن يدعي الإيمان، وأن من أعرض عن تحكيم الكتاب والسنة فإن هذا هو الاستكبار عن شرع الله عز وجل، وهو أعظم أنواع الكفر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب المستكبرين. والاستكبار عن دين الله هو أعظم أنواع الكفر والعياذ بالله، فإنه ما منع الكفار في الغالب من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الكبر، وهو الذي سبب كفر إبليس وطرده من رحمة الله لما استكبر عن أمر الله عز وجل، لما أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حمل أحد ابني آدم أن قتل أخاه ظلما وعدوانا، وهو الذي حمل اليهود على الكفر بالرسل عليهم الصلاة والسلام كالكفر بعيسى بن مريم والكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يمنعهم من اتباعهما إلا الاستكبار، مع أنهم يعرفون أنهما من رسل الله عز وجل. يؤخذ منها توقع العقوبة العاجلة والآجلة لمن لم يحكم بما أنزل الله، لقوله تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني من الإعراض عن كتاب الله، وأنهم حريون أن تصيبهم عقوبة عاجلة أو آجلة، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يؤخذ منها أن المنافق لا يصدق ولو حلف بالله، لقوله تعالى: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا، جاءوك يعني المنافقون، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ومن صفة المنافق أنه كثير الحلف بالله عز وجل، الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين. نسأل الله العافية، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.